السلام عليكم طلبتنا الأعزاء، إن شاء الله تكونون بخير وعافية. طبعا هسه المحاضرة الأولى راح نعطيها، فهو احنا وصلنا حقيقة إلى PDF رقم 5. بس قبل ندخل إلى PDF رقم 5، عندنا PDF 4 نسوي فد مراجعة بسيطة حتى نستذكر. إذا تتذكرون شرحنا الـ Composite Wall، يعني عبارة عن عدة طبقات. مثلا عندك حائط متكون من طبقتين، ومثلا طبقة ثالثة مثلا مادة عازلة Insulator، فيسموه Composite Wall. المعادلة الأساسية اللي شرحناها اللي هو عبارة عن الـ Q، الحرارة تساوينا الفرق بين درجة الحرارة من T1 إلى T4 على مجموع المقاومات الحرارية. الحرارة انت تلاحظون Q من هالاتجاه تبدي بالانتقال، وأكيد درجة الحرارة هنا في الـ number one أو الـ wall surface wall الأول هو يكون أعلى شيء، فبالتناوب مع انتقال حرارة تبدي بال تنازل الحرارة temperature profile مثل ما شرحناها. فإذا أخذنا الـ Q عبارة عن overall، يعني فرق بين temperature من 1 إلى 4، فيكون على مجموع الـ thermal resistance، المقاومات الحرارية للمادة الأولى أي للمادة الثانية وللمادة الثالثة. ومثل ما قلت لكم، المقاومة الحرارية للـ wall أو composite wall هو عبارة عن الـ thickness اللي هو هنا نمثلها دلتا اكس اي على الثيرمال كوندكتيفيتي مال المادة الأولى على الأريا، هاي الأريا زائد المقاومة الثانية للمادة الثانية البي اللي هو السمك أيضا على الكي للمادة بي في الأريا، هاي الأريا اللي هو نفسها الأريا زائد المقاومة الحرارية والثيرمال كوندكتيفيتي Composite wall للمادة الماتيريال نمبر 3 اللي هو عبارة عن السمك على K للمادة C في الأريا. وإذا عدنا كان هنا convection، يعني مطينا temperature مات الـ surrounding هنا، وهنا temperature مات surrounding، فأكيد من النقطة من النقطة اللي هو بالـ surrounding، خلينا نفترض الهواء الى هنا، ايضا اكو مقاومة. المقاومة بالكونفكشن حسب ما تعرفون حسب قانون نيوتن، الكيو تساوينا اتش اي في التمبريتشر ديفرنس تمبريتشر تي وول ناقصا تي انفينيتي. المقاومة بالنسبة للكونفكشن هو 1 على اتش اي، 1 على اتش هنا الاريا، هاي الاريا اللي هو تكون نورمال تو ذا كيو، دائما الاريا نورمال تو ذا كيو. وايضا هنا هم نفس الشيء 1 على الاتش في الاريا بالنسبه للكونفكشن. وهاي المعادله اللي هو للوول مثلا جدار بيت او اي حائط. وبالنسبه اذا عندنا كان اذا راديال سيستم، يعني عندنا في السلندر، فالسلندر المعادله ايضا هنا مسوين اشتقاق لها، فانتم اعتمدوا على المعادله النهائيه اللي هو الدلتا تي، هذا الدلتا تي على ايضا المقاومة. اذا اخذنا مثلا طبقة واحدة بالراديال، يعني مثلا هذا السلندر، مثلا هنا فت السلندر او تيوب، وهذا القطر الداخلي وهذا القطر الخارجي، وهنا يمثل السمك. فهنا اذا اخذنا طبقة واحدة شلون بالوول، مثلا لو تجي هنا مثلا اخذنا هذا الطبقة تمبريتشر من هنا لهنا، يعني من 1 الى 2، فيكون على المقاومة الحرارية للمادة اي اذا ناخذها بشكل انفرادي. واذا اخذنا الطبقة المادة الثانية، فاذا فرق بين التمبريتشر الثاني والثالث فتكون مقسومة على المقاومة للمادة دي. إذا أخذنا من 3 إلى 4، فمنين تأخذ الفرق temperature من 3 مثلا إلى 4 على مقاومة هالمادة، إذا من 4 إلى 5 على مقاومة هالماتيريال. إذا أخذنا من 1 إلى 5 difference in temperature، فرق في درجة الحرارة، فتكون على مجموع المقاومات بالنسبة للكومبوزيت وول أو بالنسبة للسلندر.
فهنا يعني تطبيق الكيو ل مثلا خلينا نقول كيوب لمادة عازلة، يعني تطبيق فقط طبقة واحدة، إذا طبقتين في اختلاف في درجة الحرارة فيكون على المقاومة الحرارية للتو ماتيريالز. فهنا الفرق على temperature على لين ار اوت على الار ان، الار اوت يمثل النصف القطر الخارجي والار ان يمثل نصف القطر الداخلي. مجرد تجيب ال 2 باي كي ال تحت اللين ار الاوت على الار ان تتحول الى المقاومه الحراريه بالنسبه للسلندر، لذلك انت تلاحظون لين الار اوت على الار على 2 باي كي ال هو تمثل المقاومه. فتقدر هنا تقول 2 باي كي ال تنزله هنا فيصير فرق في درجات الحرارة على المقاومة الحرارية بالنسبة للسلندر. إذا composite wall عرفناها بالنسبة للسلندر، هذا القانون مال السلندر اللي هو دا تلاحظ هنا ماخذ temperature من T1، يعني ال T1 درجة حرارة داخلية على ال wall surface الداخلي مال التيوب مع من؟ مع T4. ما طول ما أخذ الفرق بين درجة من T1 إلى T4 فيكون المسافة أو الماتيريالز موجودة بين T1 إلى T4 كلها تجمعها المقاومات الحرارية. إذا تلاحظ هنا بالنسبة للماتيريالز أول اللي هو من T1 إلى T2 هنا لو تلاحظون هذا هو الثيكنس مال التيوب، يعني هذا القطر الداخلي الهولو وهذا سمك التيوب وهذا القطر الخارجي بالنسبة للتيوب. هنا اكو مادة ثانية مضافة، يعني هي انسوليتر مادة عازلة، وهنا بعد مادة عازلة اخرى. فاذا انت اخذت التمبريتشر من T1 الى T2 الفرق، فراح تقول على المقاومة الحرارية لهذه المادة الاولى اللي هو thickness للتيوب. إذا أخذت التمبريتشر من T1 إلى T2، من T1 إلى T2 كم مادة عندنا؟ مادتين اللي هو السمك التيوب والإنسوليشن، تقول على مقاومتين. إذا أخذت الفرق في درجات الحرارة من T1 إلى T4 فراح يصير كم مادة عندك بين T1 وT4؟ عندك واحدة اثنين ثلاثة، فعلى مجموع المقاومات الحرارية لـ 3 materials. نفس الحالة بالنسبة للكومبوزيت وول، يعني جدار شو اسمه هذا المراجعة، والسجلنا إذا بي دي اف رقم 5 لو تلاحظون المعادلة الثالثة اللي نطبقها، يعني بها تطبيقات بس مو مثل ما تطبيقات السلندر وبالنسبة للكومبوزيت أو الوول، كومبوزيت وول أو البلين. إذا صار عندك في حالة في اكزامبل معين صار عندك يعني بالسؤال سفيريكال، فهالمعادلة تطبقها تحفظ المعادلة. طبعا احنا منطين هنا المعادلة رأسا بصورة مباشرة بدون ان ندخل في التفاصيل وشلون اشتقيناه، وهنا الاشتقاق هو هوم وورك بالنسبة لكم. بتلاحظوا شلون اشتقينا البلين وول والسلندر، شوف الخطوات شلون تقدر تطبقها على السفير، وهو هذا هوم وورك لكم. فهو عبارة عن 4 باي كي تي ان ناقصا تي اوت على 1 على الار ان للسفير ناقص 1 على الار اوت راديوس الخارجي. نجي على هنا نشوف بعض الاكزامبلات. الاكزامبل هنا 2 1 اللي هو مالتي لاير كوندكشن، يعني الكومبوزيت وول وفقط كوندكشن تنطبق عليه. يقول لك هنا an exterior wall عندك في الجدار خارجي of a house لبيت may be approximated by 10 سنتيمتر layer of common brick. تتألف الجدار من يتألف الجدار من 10 سنتيمتر من layer of common brick مطينا thermal conductivity followed by a 3.75 layer of gypsum plaster مادة ثانية مطينا thermal conductivity. What thickness of loosely packed rock wool insulation؟ إيش قد سمك إحنا نقدر نخلي من المادة rock wool insulation مطينة thermal conductivity بحيث السمك يريد، بحيث should be ينبغي added to reduce the heat loss through the wall by 80%، يعني يقلل لنا الضياع في درجات الحرارة أو في heat transfer، ضياع يقلل لنا 80%، يعني ايش قد الضياع صار عندنا؟ فقط 20%، ف 80% reduce، اذا الضياع ايش قد؟ 20%.
فبالنسبة هذا plain wall هنا نفذ رسم بسيط. عندك هذا الجدار الأول سمكة 10، عن أكو طبقة ثانية 3.75. في الطبقة المادة العازلة اللي نريد نضيفها للتو بلين وول، إيش قد السمك؟ هذا السمك رايدة من أدنى، إيش قد هذا السمك حتى نقلل الحرارة ضاع هيت لوس 80%، يعني إيش قد صار عندنا ضياع 20% فقط. فهذا المطلوب من السؤال. فتجي على المعادلة، عندك Q تساوي دلتا T على summation R thermal. طبعا هذا الجدار تطبق عليه المعادلة اللي شفناها، تطبقها مرتين، مرة تطبقها على two plane wall يعني تسميه Q without insulation بدون هذا، ونفس المعادلة تطبقها تقول Q with insulation لثلاث طبقات. فهالمعادلة تطبقها مرة without insulation Q without على الدلتا T على summation R thermal، ومرة تطبقها إذا مع الانسوليشن، تجي تساوي المعادلتين فالدلتا T تنحذف من الطرفين فتقسم واحد على الثاني، فيصير عبارة Q with insulation على Q without insulation تساوي summation R thermal without insulation على summation R thermal with insulation. هنا تساوي 0.2. البوينت هو الضياع اللي احنا دائما نحسب الهيت ترانسفير ايش قد عندنا انتقل الحرارة وضاعت من عندنا، هو 20%. الستاندرد مالتنا ليش خليناه هنا ونضربة Q without insulation؟ الستاندرد مالتنا هو ال Q without insulation. اذا احنا ما عندنا طبقة عازلة فضياع الحرارة تقريبا 100%، بس اذا احنا خلينا طبقة عازلة فراح يصير ضياع فقط 20% مقارنة، شوف الضرب مالته وين، وال without insulation 20% ضياع يصير عندي إذا كان الحائط أو البلين without insulation. من هالمعادلة تقدر تطلع المجموع thermal resistance with insulation اللي هو ثلاث طبقات. إذا طلعنا هذا، هذا الشيء مثل R thermal with insulation مثل مقاومة الجدار الأول والجدار الثاني والانسوليشن الثالث. البوينت وعدنا summation R without insulation. without insulation تجي تجمع عندك الدلتا X مال هذا على الكي منطينا بالسؤال، الاريا ما منطينا حتى نطلع حرارة، طبعا تصير انتقالها من هالجهة الكيو، فالاريا هنا ما منطينا بعادة، تقدر تعتبر لأي واحد يعني تعتبره يونت اريا 1 في 1، طول عرض 1 في 1. فالويذاوت انسوليشن هنا لو تلاحظ هو عبارة عن هذا السمك تقسيم الكي في الاي اللي هو 1 زائدا الثيكنس المقاومة الحرارية المادة الثانية اللي هو الثيكنس على الثيرمال كوندكتيفيتي في الاريا منطينا. اذا هذا الجزء احنا نقدر نطلعه، وعندنا البوينت 2 اذا طلعنا السميشن ار وذ انسوليشن اللي هو يمثل هالسمك او هالمقاومة الحرارية زائد المقاومة الحرارية المادة الثانية زائد المقاومة الحرارية المادة الثالثة. هذا عدنا طلعنا وهذا عدنا طلعنا وهذا مجهول يساوي المجموع اللي هنا طلعناه من هالمعادلة. مجرد رياضيا هذا عندك يساوي هذا زائد هذا زائد هذا، هذا المجهول، مجرد تعبر الحدود فتقدر تطلع المقاومة الحرارية للمادة اللي احنا ضفنا. من طلعت المقاومة الحرارية اللي هو هنا للمادة العازلة، المقاومة شو ساوينا قلنا بالنسبة للبلين وول دلتا اكس على كي، الاي ما خلينا لان هو يونت اريا، وهذا طلعناه هسه قبل شوي، بقى بس عدك دلتا اكس وطلع دلتا اكس. بس تنتبه هنا على توحيد الوحدات
الاكزامبل 2.2 منطيك حتى يعني اجي اشرحها بشكل مختصر. منطيك هنا هم ايضا بلين وول، منطيك مادة البلوط اوك يسموه، والمادة الثانية هو الباين. منطيك درجة الحرارة على السطح هنا، منطيك هنا ايضا انتبه درجة الحرارة على السطح الداخلي، منطيك درجة الحرارة على السطح الخارجي للجدار. يعني ما منطيك درجة حرارة للهواء للسراوندينج، وهنا ما منطيك للهواء، منطيك على الجدار الداخلي هذا الهاوس او البلين وول والجدار الخارجي فقط. ما طول انت عندك بين درجة الحرارة من سطح الى سطح بين temperature difference between two surface، فقلنا لازم تقسم على المقاومة الحرارية للمادتين. هذا الاكزامبل اذا التمبريتشر ما اعطاك على السطح، اعطاك بالنسبة للهواء surrounding، ما طول عندك تمبريتشر تقدر تروح الستيم تيبلز الابندكس تطلع الهيت ترانسفير كوفيشنت معامل انتقال حرارة. واذا اعطاك التمبريتشر هنا للسراوندينج فايضا تقدر تطلع ال H heat transfer coefficient. شنو فرق اذا انطانا بالاكزامبل درجة حرارة على السطح الداخلي ومع اعطاء درجة حرارة للسطح الخارجي؟ شنو الفرق مع اذا انطانا نفس التمبريتشر للهواء داخل غرفة مثلا اعتبره بيت هذا الجدار، اذا انطانا للسراوندينج للهواء وانطانا التمبريتشر مو على السطح للهواء؟ هنا اذا على السطح، السطح الاول والسطح الخارجي ذاك التمبريتشر عندك مقاومتين حراريه، بينما اذا ذاك التمبريتشر للهواء هنا وذاك التمبريتشر صار عندك هي ترانسفير كوفيشنت 2، واحد للداخل واحد للخارج. انتقال حراره من التمبريتشر سراوندينج الى السطح الجدار الداخل ايضا اكو مقاومه، مقاومه لان موجود وجود الهواء ايضا ثيرمال ريزيستنس، فراح تحسب هنا مقاومة ما الهواء الداخلي الاير او الفلو الداخلي اللي هو واحد على h inside. واذا اعطاك التمبريتشر للسراوندنج هنا هم راح تقول واحد على h outside. فشان شو مقاومة عندك؟ مقاومة من النقطة الاولى الى سطح الجدار، هاي مقاومة اللي هو بالكونفكشن واحد على h inside. عندك مقاومة هنا بالكوندكشن الثانية، والثالثة هنا عندك مقاومة بالكوندكشن، هاي الثالثة. الرابعة من السطح للسراوندنج أيضا هنا عندك مقاومة حرارية انتقال حرارة، فصير عندك أربع حالات في حال انطاك التمبريتشر للهواء هنا للخارجي وللهواء السراوندنج الخارجي، فيصير عندك أربع مقاومات. بينما هناش منطقة منطقة على السطح من السطح الداخلي إلى السطح الخارجي بين ذني درجة الحرارتين اكو تو ماتيريالز، يعني عندك مقاومتين حرارية، هاي خلوها ببالكم. واذا التمبريتشر للهواء انطاك هنا وللهواء هنا بين التمبريتشر الاول اللي بالهواء الى التمبريتشر الثاني بالهواء الخارجي بيناتن كم مقاومة؟ اربع مقاومات، مقاومة الكونفكشن من هنا الهواء، مقاومة الكونفكشن من هنا، اضافة الى مقاومة التو ماتيريالز. برجع على الاكزامبل مالتنا مال البلين وول، طبق المعادلة Q تساوي دلتا T اوفر اول على سميشن R ثيرمال، عندنا دلتا T هو من T1 الى T2 على مجموع المقاومات، المقاومات عندنا اثنين، واحد واثنين هو عبارة عن السمك على K لهالمادة في الاريا، زائدا السمك الثاني على K للمادة الثانية في الاريا. وتطبيق مباشر وتوحد الوحدات، الوحدات تعتمد على الكي، شوف شنو الكي ثيرمال كوندكتيفيتي، توحد مطيك هنا السمك بالانش المادة الاولى والثاني ايضا بالانش، تحوله الى فوت لان وحدات الكي مطيك اياها بالفوت، والفوت 12 انش وتحول وتطلع الكي مباشر. المثال الثاني اللي هو example 2-3 هو نفس هذا المثال، بس مثل ما شرحت هسه قبل لحظات ما مطيك التمبريتشر على السطح الداخلي والسطح الخارجي، مطيك التمبريتشر هنا بالهواء
داخل الغرفة أو داخل البيت 70، معطيك التمبريتشر للهواء الخارج. ما طول الطاق تمبريتشر الهواء تقدر تحسب الـ heat transfer coefficient للخارج، والتمبريتشر هنا أيضا تقدر تحسب الـ heat transfer coefficient للهواء داخل الغرفة أو داخل البيت. فمن هالتمبريتشر إلى هالتمبريتشر الديفرنس عندك مقاومة حرارية اللي هو بالكونفكشن هنا، وهنا عندك كوندكشن، وهنا عندك كوندكشن، وهنا عندك كونفكشن. فرق هذا المثال عن القبلة، هنا عندك مقاومتين حرارية اللي هي التمبريتشر على السطح الداخلي والسطح الخارجي. هذا المثال التمبريتشر مو على السطح، معطيك للسراوندينج للانفينيتي اللي داخل الغرفة والخارج الغرفة، فيصير عندك أربع مقاومات حرارية. هاي مقاومة حسبناها بالإكزامبل السابق، والمقاومة الثانية هم حسبناها. مقاومة الهواء قلت لكم قانون نيوتن اللي هو واحد على اتش اي الاير، يعني شو منطينا ابعاد، اذا منطينا ابعاد فهو نضرب البعد طول في عرض، اذا ما منطينا نعتبره يونت اريا. فالسرعة عبارة عن اربع مقاومات اتش اي، وهنا اتش اي وذني حسبناها، مجرد تجمعها هنا بهذا القانون، شوف صار عندك اربع مقاومات اتش اي للداخل، اتش للخارج، ومقاومتين عندك الفرق تمبرج حرارة تقدر رسم تحسب. هذا بالنسبة للبلين وول، انطانا مثالين، هذا المثال الاول لكم على السطح، والمثال الثاني انطانا نفسه بس بالنسبة للهواء. بالنسبة للبلين وول عندنا هنا اكزامبل منطينا اياه الى سلندر، منطينا السلندر هذا التيوب سلندر، منطينا نصف القطر الداخلي او منطينا القطر الداخلي تقسمه على اثنين، طلع عندك نصف القطر للداخل اللي هو هنا منطينا 2 سنتيمتر انير دايمتر، من هنا لهنا 2 سنتيمتر، تقسيم 2 يطلع ار1، ار1 هو 2 تقسيم 2 يصير 1. هذا السمك التيوب، التيوب هذا السمك مالته، منطينا القطر الخارجي outside diameter يعني من هنا الى هنا منطينا ايش قد، منطينا 4 سنتي، اذا طلع من هنا الار2 من هنا تقسمه على 2 صار ايش قد عندك 4 على 2 2، يعني نصف القطر الخارجي هو عبارة عن 2 سنتيم، نصف القطر داخلي هو 1 سنتيم. إذا أنقص 2 نصف القطر الخارجي ناقص نصف القطر الداخلي اللي هو R1، R2 ناقصا R1 من هنا أحصل السمك، يعني 2 ناقص 1 هنا السمك مات التيوب هو 1 سنتيمتر. وهنا الطبقة الثالثة هو الانسوليشن، المادة اللي هو أسبستس منطينا اياه، منطينا السمك مالته 3 سنتيم، يعني من هنا إلى هنا، من هنا إلى هنا، هذا منطينا 3 3، وهذا شقد حسبناه 1، هذا شقد صار 4، وهذا 1 صار 5، إذا الـ R3 هو 5، الـ R2 2 والار 1 1 سنتي. هذني مهمات، وهنا انا اقول لك calculate the heat loss per meter of length، يعني يريد من عندنا Q على L. بعدين ايش قايل، also calculate the tube insulation interface temperature، ويريد عندنا مو هذا التيوب هذا السمك مالته، هذا السطح الخارجي للتيوب، يريد الانترفيس، الانترفيس يعني هذا اللي هنا يسموه الانترفيس بين السطح الخارجي للتيوب وبين طبقة الانسوليشن، يريد من عندنا التمبريتشر هنا نحسب. فطالب من عندنا الكيو heat transfer loss، وطالب من عندنا التمبريتشر at the interface between the tube wall and the insulation. نجي على نطبق، طبعا هنا نراسم المقاومات، يعني عندك من T1 طبعا
طبعا هنا نفس البلين، إذا انطاك التي على السطح الداخلي والتي على السطح الخارجي مثل ما هذا الاكزامبل هسه منطينا إياه، فإذا تقول فرق بين درجة الحرارة بين التي 1 والتي 2 بيناتهم كم مادة؟ مادتين يعني مقاومتين. ادخل إذا انطاك التمبريتشر للفلو داخل التيوب ما انطاك على السطح، انطاك لهنا بالداخل بأي نقطة، فعاد هذا التمبريتشر لازم احنا نحسب او نطلع بالابندنس الهيت ترانسفير كوفيشنت. واذا انطانا التمبريتشر على الهواء السراوندنج الخارجي ايضا نطلع الاتش، فصار عندي اربع مقاومات. فيقول من تي 1 اذا للفلو والتي الخارجي كم مقاومة؟ مقاومة من هنا عندنا مقاومة من الفلو للجدار الداخلي إضافة إلى ذن المقاومتين. نفس الإكزامبلين السابقين نطبقها على اليمن على السلندر. بالنسبة لهذا المثال منطينا التمبريتشر على الانسايد سيرفيس اوف ذا تيوب ومنطينا الاوتسايد سيرفيس اوف ذا انسوليشن، فبين التي 1 والتي 2 عندنا 2 ثيرمال ريزيستنس اللي هو الأول، نجي نحسب الأول لان ال R2 على ال R1 معطول شغلي هنا، فيقول R2 على ال R1 على 2 باي K للستيل للتيوب في ال L زائد المقاومة الثانية، المقاومة اللي للانسوليشن هو عبارة لان ال R3 على ال R2، R3 على ال R2 على 2 باي في K للمادة العازلة في L. هاي عندي مقاومتين لأن يعني منطيني على السطح الداخلي والسطح الخارجي، بين السطح الداخلي والخارجي فقط 2 materials ف 2 thermal resistance. فجي طبق يعني المعادلة، مجرد تطبيق هنا عندك 2 باي L، ال L جاب هنا حتى يصير Q per unit length، أو تقدر تقول لين ال R2 على R1 مكان مع الكي للستيل تقدر تخلي 2 باي هنا وال 2 باي هنا، فهو مجرد مشترك فيطلع 2 باي ال فوق حتى يجيب ال ال هنا لين بسؤال مطلوب كيو بير يونت لينك. كل شيء موجود عندك معطيات، فرأسا نطلع الكيو على ال. من طلعنا Q over L هسه نجي على المطلب الثاني، هو يريد التمبريتشر، حساب التمبريتشر بالانترفيس. فتريد تطبق ال Q من هنا لهنا لان يعني عندك هذا التمبريتشر وهذا مجهول تقدر تطلع، او تطبق من هنا الى هنا هذا السم، كما تطبق القانون Q over L اللي هو الفرق بين التمبريتشر على السطح للتيوب مع السطح للانسوليشن على الثيرمال ريزيستنس مال هالمادة. او انت مخير تطبق فرق التمبريتشر الكيو تساوي فرق التمبريتشر بين التي الداخلي مع تي السيرفيس مال التيوب على الثيرمال ريزيستنس. فهنا انا شو مطبق بين التي اي والتي 2 من هنا، طب ماخذ مطبق على المادة العازلة من هنا من تي اي الى تي 2. بالمناسبة تقدر تطبق من التي 1 الى تي اي، وتقدر تطبق الفرق بين من التي اي الى تي 2. فقال كيو اوفر احنا طلعناه بالمثال تساوي لنا تي اي ناقصا تي 2. من تي اي الى تي 2 فقط عندنا الثيرمال ريزيستنس مالت الانسوليشن اللي هو لين ار 3 على ار 2 على 2 باي كي للماده العازله. وهنا المجهول عندك، هذا المجهول بقى فقط التي اي، عندك كيو اوفر L حسبناه والتي 2 عندنا، R لين R3 R2 عندنا 2 باي K للمادة العازلة عندنا، فقط يكون المجهول TA حسبنا TA. وهذا الإكزامبل بالنسبة للبي دي اف رقم 5، إكزامبل شلون يحسب الثيرمال كوندكتيفيتي للغازز، مثال يعني جدا بسيط هذا أعوف عليكم، وأتمنى أن المحاضرة تكون واضحة واستفاديتوا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.